الولاد فين يا توفيق؟ اطلع قول لهم العشاء جاهز. الاستاذ عدي والانسه علياء سابوا البيت يا فندم. سابوا البيت راحوا فين؟ ما اعرفش يا بيه. لموا هدومهم ومشوا. لموا هدومهم ومشوا. ايوه يا بيه. العيال عندك؟ اتفضل يا استاذ مرتضى. وبيعملوا ايه عندك؟ هما فين؟ طب اتفضل بس يا استاذ مرتضى، اتفضل. استاذ مرتضى، احنا عايزين نتناقش بشكل حضاري. حضاري؟ اه. ده بدل ما تقول لهم عيب انهم يسيبوا بيت ابوهم. وبعدين هما بيعملوا كده ليه؟ مش قادر افهم. انا مش حارمهم من حاجه، ومعيشهم احسن عيشه. ولادك حسوا ان هم تهانوا قدام زمايلهم. الحكايه مش حكايه فلوس وبس يا استاذ مرتضى. اه، امال حكايه ايه؟ الثقافه، الفكر، العلم، ده اللي هم مفتقدينه فيك. طيب انا كده بقى، واذا كان عاجبهم هو ده اللي مخلفهم ولا هم اللي مخلفيني؟ يا استاذ مرتضى، ولادك كبروا ونضجوا، فهموا حاجات كتير قوي، وانت زي ما انت واقف محلك سر. الفلسفه دي تقوليها عندك في الجامعه هناك. أنا ما تقليش الكلام ده. أنت بتكلميني وكأني راجل فاشل. فكر إيه وثقافة إيه؟ بص يا دكتورة، أنا مشاريعي مالية البلد وبتشغل ناس وفاتحة بيوت. التخت اللي أنتوا قاعدين عليها في الجامعة دي أنا اللي موردها للجامعة. كشاكيل اللي أنتوا بتكتبوا فيها من مصانع ورق مرجان. المال اللي بتشربوها مية مرجان. الحديد اللي شال الجامعة حديد مرجان. الملابس الداخليه اللي انت لابساها من مصانع مرجان. لو سمحت يا استاذ مرجان تختار الفاظك كويس. زعلت قوي يعني عشان قلت لك الملابس الداخليه؟ طب يا ست ما تزعليش، الاندروير. وبعدين بقى انا مش جاي هنا عشان اتكلم في ملابسك الداخليه. هما فين؟ هما ايه اللي فين؟ ملابسك الداخليه. العيال فين؟ خير يا بابا؟ بيتهيألي كفايه قوي اللي حصل النهارده الصبح في الجامعه. تو ايه اللي جابكوا هنا؟ بابا، حضرتك اللي كاتب الشعر اللي في الديوان ده؟ لا يا سيدي، ما كتبتوش. اعملوا لي محكمه بقى. الشعر ده تاليف واحد مجنون، اول ما شاف الفلوس لعن الشعر على اليوم اللي كتب فيه الشعر. وليه تعمل كده يا بابا؟ ازاي تشتري مجهود حد تاني وتنسبه لنفسك؟ هو يعني طلع عدل؟ ده طلع زباله. وبعدين انا عملت كده عشان ايه؟ مش عشان اعجبكم؟ عشان تفتخروا بيا زي ما انتوا بتقولوا؟ انت عارف يا استاذ مرجان، انت ناقصك شيء مهم جدا. ايه بقى الشيء اللي ناقصني ده؟ انك تتعلم. نعم؟ تتعلم. ايوه يا بابا، تتعلم وتاخد شهاده. ما هو مش معقوله تبقى بيزنس مان معروف وعضو في مجلس الشعب وما كملتش تعليمك. شهاده ايه وميريت ايه؟ النهارده الشهادات بتاعتكم دي ما تسويش تعريفه. لولا شغلي كنت هتخرجوا من الجامعه تشحطوا، والحكومه خلاص لا بتشغل حد ولا بتعين حد. ولما الشهادات ملهاش اي لازمه كده كنت بتعلمنا ليه؟ عشان منظركم قدام الناس. طب ومنظر حضرتك قدام الناس؟ خلاص اروح اقدم في مدرسه والبس مرياله وارجع تلميذ من جديد لو ده يعجبكم. رغم انك بتقول ده بسخريه وكانها نكته، لكن لو عايز رايي هو ده الحل الوحيد اللي قدامك. انت ايه اللي حاصلك دلوقتي؟ انا بتكلم مع اولادي، انت مالك انت؟ يلا انت وهي على البيت. هتيجوا معايا ولا لا؟ لا. خلاص اتفلقوا كاكونيلا. خليها بقى هي تصرف عليكم. كاكونيلا عليكم وعلى لبابكم. في يا باشا بكالوريوس روسي. ده هيكلفنا حوالي 20,000 دولار. لو سعادتك بقى عايزه بالماجستير والدكتوراه فممكن كله على بعضه يكلفنا حوالي 100,000. في كمان في المجر وبلغاريا دبلومات عادي الماجستير ودي باسعار اقل شويه. مفيش حاجه من هنا يا حسن. في بس سعادتك شخصيه عامه، ناس كتير هتدور وراك، فملوش لازمه وجع الدماغ ده يعني. تاخد سعادتك ليسانس بولندي، ده ممكن يوقف علينا ب 10,000 دولار بس. اسمع حسن، انا ولادي دماغتهم جزمه قديمه زي كفايه حكايه الشعر دي. وبعدين بقى لو جبت لهم شهاده من بره هيقولوا لي جبتها ازاي وكنت فين؟ ويقعدوا يسألوني فيها ويعملوا لي امتحان كمان. طب سعادتك شايف ايه؟ أنا هاخد الشهادة من هنا ومن نفس الجامعة بتاعتهم. أنا سعيد جدا بهذه الزيارة. أمرني سيادتك، في حاجة بالنسبة للأولاد؟ هم اشتكوا من أي حاجة؟ لا لا لا، المشكلة مش مشكلة الأولاد، المشكلة مشكلتي أنا. بس قبل ما نتكلم في أي مشكلة، ده شيك مني كده بمبلغ على ما أقصهم لتجديد مبالي الجامعة. ده شيء كتير، ده كلام زيادة والله. أخباري معامل إيه؟ المعامل زي ما سيادتك عارف، المعامل بنحاول نجددها يعني. ده شيء مني لتطوير المعامل. المعامل؟
تعرف يا برجنبي؟ ايوه. قليلين اللي زي سيادتك اللي بيهتموا بمسيرة التعليم في البلد دي. تعرف سيادتك انا بحلم بايه؟ انا بحلم ان انا ازرع حوالين حرم الجامعة اشجار وجناين عشان الاولاد يستنشقوا هوا نظيف. ده شيء بتاع الجناين. يا ما شاء الله سيادتك عامل حساب الجناين. انا لساني يعجز عن الكلام. انا اشكرك جدا يا مرجبي. انا نفسي اعمل لسيادتك اي حاجه تؤمر بيها يا مرجبي. انا عايز ادخل الجامعه عندكم هنا واكمل تعليمي. انا نفسي اخد الشهاده من هنا من عندكم الجامعه. ده من دواعي سرورنا، ده من دواعي الفخر للجامعة أن تكون تلميذة ملتحقة بها. هو بس في مشكلة صغيرة، الثانوية العامة بتاعتي قديمة شوية، هي من 42 سنة. 42 سنة؟ يستثنى هذا الشرط؟ أنت بتتكلم في إيه يا مرجبي؟ هي في الحقيقة مش ثانوية عامة، هي دبلوم لاسلكي. دبلوم لاسلكي؟ نكلم سيادة الوزير يا فندم، نكلم سيادة الوزير، إتس فيري تريفيال ماتر، دي مسألة بسيطة جدا. طب دلوقتي انا عارف ان الدراسه ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجبي. انا متشكرين قوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامة الله. ناجح وموفق باذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على اراء رسمي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن ده بعد إذنك يعني. تفضل. ده الأستاذ. عارفاه، عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعة موصي عليه توصية جديدة، ياريت بقى سعادتك تهتمي بيه شوية زيادة. مش محتاجة توصية يا دكتور، طلبة كلهم عندي واحد. تفضل يا مورجان. على إذنك يا دكتور. مهتاب شريف، قولي يا ميه. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوه كلنا ان شاء الله. بس يا انكل.